وأختم يا أكارم بهذا الرجل الشاب الذي كانت حكايته في القريب العاجل عندما ذهب إلى أحد المشايخ وقال له أمي ماتت الليلة الماضية. رجل يحكي قصة أمه. أنا أتحدث حول الدعاء، أن تدعو لوالديك لا تغفل لا ليل ولا نهار. قال هذا الشاب للشيخ أمي ماتت البارحة فوالله ما نمت حتى الآن. قال له وما الذي أقلقك؟ قال والله بعد دفن أمي في قبرها ورجعت فحاولت أن أنام، فلما نمت أخذتني سنة من النوم فوجدت أمي تتقلب في نار جهنم. لا إله إلا الله. يقول فاستيقظت من نومي وظللت أدعو لها حتى الفجر. فقال له الرجل، فقال له الشيخ اذهب وادع لأمك ولا تغفل عن دعائها. يقول هذا الشاب والله رجعت إلى البيت ونمت في الليلة الثانية فرأيت أمي في المنام تتقلب على نار جهنم. يقول في الليلة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مر شهر، كل ليلة أرى أمي تتقلب في نار جهنم. مر شهرين، مر عام، مر عامين، كل ليلة يرى أمه. يقول أستيقظ من النوم أدعو لها حتى الصباح. يقول حتى مرت ثماني سنوات. يقول كل ليلة أرى أمي تتقلب في نار جهنم، ولكن في ليلة أخيرة رأيتها تسبح في نهر من أنهار الجنة. فقلت له أمي ثماني سنوات أراك تتقلبين في نار جهنم، فما الذي غير حالك إلى جنات رب العالمين؟ قالت والله يا ولدي ما غير حالي إلا دعاءك لي في الليل والنهار. دعاء الولد ما غير دعاءك، ما غير حالي إلا دعاءك لي في الليل والنهار. سألها ولدها سؤالا وقال لها يا أمها ما سر هذا العذاب؟ ثماني سنوات أراك تتقلبين في نار جهنم. قالت والله يا ولدي ما هذا العذاب إلا بسبب كوب من اللبن. كوب من اللبن. قال له وما حكاية كوب من اللبن؟ قالت يا ولدي لما تزوجت والدك كانت زوجته قد ماتت وكانت قد أنجبت طفل هو أخوك من والدك، فكنت عندما أنجبتك كنت أأتي باللبن للإفطار صباحا. اسمعوا، سبب جعلها تتقلب في نار جهنم ثماني سنوات وما رفع الله عنها العذاب إلا بدعاء ولدها. قالت فكنت أأتي باللبن لك ولأخوك من أبيك ابن زوجه، كنت أأتي فأملأ كوبك كاملا وأعطيه لك واللبن المتبقي يملأ نصف الكوب، فكنت أكمل اللبن بالماء حتى يشرب أخيك. تطعم ولدها وتسقي ولدها كوبا من اللبن كامل وابن زوجه نصف كوب وتكمل الكوب ماء حتى يشرب ابن زوجها، فوالله تقلبت في نار جهنم ثماني سنوات في كوب من اللبن وما رفع عني العذاب إلا دعاءك لي يا ولدي. أستحلفكم بالله لا تنسوا والديكم في القبور. اللهم اجعلنا من البارين بوالدينا يا رب العالمين. اللهم استر بيوتنا يا رب العالمين. اللهم استرنا واستر بيوتنا يا رب العالمين. استرنا واستر أعراضنا يا كريم. استرنا واستر أولادنا يا كريم. استرنا واستر بناتنا يا كريم. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار. اعتق رقاب آبائنا من النار. اعتق رقاب أمهاتنا من النار. اعتق رقاب أزواجنا من النار. اعتق رقاب أولادنا من النار. اعتق رقاب بناتنا من النار. اللهم إن والدينا الآن في القبور يحتاجون لدعوة. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اغفر لوالدينا يا رب العالمين. اجعل قبورهم من نور يا رب العالمين. اللهم وسع قبور والدينا يا أكرم الأكرمين. اللهم أفرش قبور والدينا فراشا من حرير وألبسهم لباسا من حرير ووسع قبورهم يا رب.